تجنبا لإقفاله مطار بيروت تحت إدارة الجيش اللبناني. والقصة الكاملة لمحاكمة الرابر الأمريكي بي ديدي في جرائم جنسية ومخدرات وإتجار بالبشر. ومنتخب ليبيا يجد نفسه في سفاري إجباري في نيجيريا. أهلا بكم. من بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان والعيون كلها على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كونوا المنفس الجوي الوحيد للبنان، وكون الطائرات اللي بتصل لبنان بتهبط على مدرج قريب جدا من الضاحية الجنوبية لبيروت مركز القصف الإسرائيلي. ورغم القصف المستمر والاستهدافات وتعليق كافة الرحلات الجوية التابعة للشركات الأجنبية، فضل المطار والطيران المحلي شغال. وفي الأيام الماضية بدأنا نسمع تهديدات إسرائيلية بخصوص المطار، لأنهم ما يبغوا أي طيارة إيرانية أو عراقية توصل للمطار محملة بأي مساعدات لحزب الله. بعدها الحكومة اللبنانية طلعت كذا مرة وأكدت أن المطار تحت إشراف الدولة، وتأكيدا على هذا الشيء وعلشان قطع أي مبرر على إسرائيل لقصف المطار، تم توسيع صلاحيات الجيش اللبناني في المطار لتأكيد الحرص اللبناني على عدم استعمال المطار لأغراض عسكرية. فمن بعد ما أعلن أنه الجيش تولى تفتيش الطائرات النازلة والطالعة، رجع تم الإعلان أنه الجيش بيدير المطار كاملا، يعني الدولة وأخيرا سيطرت على المطار. ليش بقول وأخيرا؟ لأنه لسنوات وحزب الله يعني مسيطر على مؤسسات رسمية عديدة وعامل فيها دولة موازية لجانب الدولة الشرعية، وأول المؤسسات هذه وأهمها المطار اللي كانوا بيستخدموه لأغراض بتخص الحزب. فاليوم هو بسيطرة الجيش على المطار، كثار شافوا أنه هذه خطوة في طريق استعادة الدولة للمطار. وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي كمان اليوم وفي مؤتمر صحفي تكلم وأكد أن الأجهزة الأمنية بتتخذ كافة الإجراءات اللازمة في مطار بيروت بهدف المحافظة عليه من أي استهداف إسرائيلي. كل الإجراءات الأمنية اللازمة هي عم تتخذ بمطار رفيق الحريري الدولي، وهيدا الشيء لسلامة مطار رفيق الحريري الدولي، هيدا الشيء لسلامة لبنان، هيدا الشيء للحفاظ على مطار رفيق الحريري الدولي بدون تهديد، ولأنه هو المعبر الوحيد، والمعبر الوحيد الجوي هو المعبر الأساسي لوصول اللبنانيين يلي بدون يجوا من برا، المعبر الأساسي لوصول المساعدات يلي عم تيجي إلى الدولة اللبنانية بهالأزمة، هو المعبر الأساسي لخروج اللبنانيين وغير اللبنانيين يلي هن عم يطلعوا لبرات لبنان، عم يغادروا لعملهم أو عم يروحوا لبلادهم. بشارة خير الله كاتب صحفي من بيروت عبر سكايب بينضم إلينا، أهلا فيك معنا أستاذ بشارة. خلينا نتكلم من البداية، اللي هو يعني نحاول نفهم منك خصوصا اللي غير مطلعين على الشأن اللبناني، كيف كان حزب الله مسيطر على المطار؟ يعني أنا بقدر أقول لك أول شيء جغرافية مطار رفيق الحريري الدولي زال مظلم، لأنه يقع ضمن منطقة ذات غالبية سكانية تنتمي إلى حزب الله والبيئة الحاضنة لحزب الله. يعني محيط المطار هو منطقة يسيطر عليها حزب الله، يعني كل الطرقات المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي هي طرقات يعني تمر من عند البيئة الحاضنة لحزب الله. هذا ما يعني ساهم في إثارة المواضيع أن حزب الله يسيطر على المطار. هلا بالمطار تنكون عادلين، يعني وأنا ابن البلد وأعرف جيدا ما أقول وأعني ما أقول، ليس هناك يعني ما في سيطرة بكل ما للكلمة من معنى. يعني في بالمطار في عندك أجهزة مختلفة، في عندك مخابرات الجيش اللبناني، وعندك الأمن العام، وعندك أمن الدولة، وعندك قوى الأمن الداخلي، وعندك الجمارك، وعندك جهاز أمن المطار. أيوة. سلسلة من الأجهزة. أنا برأيي الموقع الجغرافي بهذه البقعة الجغرافية هي اللي كانت
عاطي هذا الانطباع، لكن أنا أستطيع الجزم أن ليس لحزب الله سيطرة داخل حرم المطار. يعني ممكن كثير ناس يختلفوا معك في هذا الموضوع، خصوصا انه اصلا يعني في كثير ناس بيتحدثوا انه المطار شهد دخول الكثير من الاسلحه والامور هذه كلها، واللي ما كانت حتدخل لو ما في سلطه لحزب الله على المطار. بقدر اقول لك انه الصيت للمطار والفعل للمعابر غير الشرعيه على الحدود بين لبنان وسوريا. طيب. المعابر غير الشرعية هي الطريق الأكثر تبدي تمريرا للبضائع التي تصل من دون جمارك إلى حزب الله. ما في إمكانية من تمريرها لا بالمطار ولا عبر مرفق بيروت. أوكي. إلا بفترة من الفترات. طيب. من ضرب السكانر الآن يعني في تصريح جاء من العواجل اللي بتجي الآن على العربية، مدير طيران الشرق الأوسط بيقول للعربية أنه الجيش موجود في مطار بيروت وأنه هم بيأيدوا توسيع صلاحياته. بتعتقد أنه هذه خطوة جيدة الآن؟ أولا وجود الجيش، بمجرد وجود الجيش هي خطوة جيدة، لكن أنا أستطيع أن أجزم أن الجيش كان موجود وبعده موجود، هلا عم بحاول يظهر دوره أكثر لطمأنة الناس. نفهم ونتفهم، لكن من الأساس الجيش اللبناني موجود على أرض المطار. أوكي. طيب الآن إذا ليش الاحتفاء بأنه هو اللي بيمشي الموضوع، والانطباع العام حتى عند الدول الغربية أنه بما أن الآن الجيش تولى زمام الأمور في المطار فالوضع أفضل، وهذه أصلا الخطوة هذه عملوها أصلا علشان لا يتم استهداف المطار من قبل إسرائيل. هذه الغاية الأساسية من هذا التدبير، لكن كل عمره الجيش موجود بالمطار، وكل عمره الجيش موجود على كل يعني المحطات الحدودية أو المعابر الحدودية. بمرفق بيروت كان الجيش موجود وبعده، والمطار أيضا اليوم عززوا له يعني كثفوا من عدد العناصر، وهذا ما يطمئن اللبناني، لأن اللبنانيين وكل الأجانب الموجودين في لبنان خايفين من استهداف المطار بالرغم من التطمينات الدولية ومن الرسائل الأمريكية وكل التطمينات. في خوف عند الناس من إمكانية أن يقوم إسرائيلي باستهداف المطار. وجود الجيش اللبناني وهذا يعني يترافق ب إذا بدك إعلان كبير بكل المحطات أن الجيش اللبناني استلم، هذا يعني إذا بدك يعزز من ثقة المواطن ب يعني بالذهاب إلى المطار، وأيضا إذا بدك يعطي انطباعا أن الدولة موجودة. هي كل عمرها موجودة، لكن اليوم وجود الجيش، جيش عنده ثقة المواطنين، كل المواطنين بيختلفوا على كل الأشياء لكن الكل بيحبوا الجيش اللبناني. طيب يعني كمان إضافة للموضوع اللي بنتحدث عنه، وأيضا من ضمن العواجل اللي جات على العربية، مدير طيران الشرق الأوسط قال للعربية أنه حتى الآن لا توجد ضمانات بعدم ضرب مطار بيروت، وأنه الاتصالات مستمرة لتقييم المخاطر في مطار بيروت. طيب على العموم خلينا نشوف كيف راح يتم أو كيف راح يتطور هذا الموقف. بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا بشارة خير الله، كاتب صحفي من بيروت عبر سكايب. في الوقت اللي مناطق كثيرة في لبنان بتتعرض للقصف، سواء البقاع أو الجنوب أو الضاحية الجنوبية في بيروت، في الجنوب اللبناني مستمرة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعناصر من حزب الله. فمن أسبوع تقريبا أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية برية محدودة في جنوب لبنان، وقال إنها ضد أهداف لحزب الله ورح تقوم فيها قوات الفئة 146. ومن وقتها جالسين بنشوف فيديوهات ينزلها الجيش الإسرائيلي بتظهر العمليات البرية داخل بيوت في قرى الجنوب وبعض الأنفاق التابعة لحزب الله. ومن يومين في فيديو تحديدا كان أكثر تداولا وإثارة للضجة من غيره، وفي بيظهر جنود إسرائيليين هم بيرفعوا العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية اللي بتقول إسرائيل إنها صارت تحت سيطرتها. الجيش الإسرائيلي عموما من الأول هدفه السيطرة على مارون الراس، كونها أعلى نقطة جبلية إلى جانب العديسة من جهة الحدود، وبيعتقد أنه بالسيطرة عليها طبعا بيعتقدوا الإسرائيليين أنهم بذلك بيأمنوا على مناطق الشمال.
وضمن عملياته البرية في الجنوب، الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات لجرافاته وهي بتجرف حديقة شهيرة معروفة باسم حديقة إيران، واللي فيها تمثال لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في بلدة بارون الرأس، والتمثال كمان حطموه. حديقة إيران هذه بتبعد 400 متر عن الحدود الإسرائيلية في منطقة بوابة فاطمة في مارون الرأس جنوب لبنان، وبتعد من رموز النفوذ الإيراني على الجنوب. بنيت بميزانية كبيرة وتمويل إيراني كامل بعد حرب 2006، وافتتحها حتى الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد خلال زيارته للمنطقة في عام 2010، وأنشئت لتكون مكان للتنزه والترفيه أو ترفيه العائلة. واحتوت الحديقة على ألواح تعريفية لكل مقاطعة من مقاطعات إيران إلى جانب مجسمات ومعالم مختلفة، ويعني ظهرت كلها هذه في الفيديوهات الأخيرة مدمرة. والمنطقة اللي فيها الحديقة عموما منطقة فيها تماثيل وصور كبيرة لقادة النظام الإيراني مثل المرشد السابق الخميني والمرشد الحالي خامنئي، بالإضافة إلى تمثال سليماني وهو بيشير بيده نحو إسرائيل، وهذا كمان أظهرته الفيديوهات الإسرائيلية وهو مدمر. وبعيدا عن القصف، من الأشياء اللي عاملة حالة من الجدل داخل لبنان هو خبر اعتقال الأمن العام اللبناني لصحفي إسرائيلي كان بيصور وبيتجول بالضاحية الجنوبية. الأخبار متداولة من أيام، واليوم أكدها مصدر أمني وآخر قضائي. الصحفي تبين أنه اسمه جوشوا تارتاكوفسكي وعمره 42 سنة، ودخل لبنان من أسبوعين بجواز سفر بريطاني برفقة صحفيين اثنين وصلوا لتغطية الحرب في لبنان. الملفات الشخصية للصحفي الإسرائيلي أظهرت أنه ولد في عائلة يهودية متشددة في الولايات المتحدة وبيحمل جواز أمريكي، وخدم في الجيش الإسرائيلي حتى وصل إلى رتبة رقيب أول. مو بس كده، تبين أنه هذه مو أول زيارة له للبنان، وبعد خبر الاعتقال صارت الناس بتتكلم أنه أكيد جاسوس. ومسؤول أمني لبناني أكد هذا الشيء وقال أنه المعتقل مو صحفي وأنه داعم لغزة وحزب الله، وكان في الضاحية لإطلاع حزب الله على تكتيكات الجيش الإسرائيلي، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نفت هذا الشيء. مصدر قضائي لبناني أكد أن السلطات قبضت عليه في 5 أكتوبر وتم ترحيله ثاني يوم فورا. أما أمريكا اللي قيل أنه تدخلها في الموضوع هو اللي كان سبب ترحيله، فقالت الناطقة باسم السفارة أنها على دراية بواقعة القبض ولأسباب متعلقة بالخصوصية ما رح تكشف تفاصيل، وإنها ما رح تكشف تفاصيل إضافية. أهلا من جديد. عادت قضية قطب موسيقى الراب الأمريكي شون كومز المعروف طبعا ببي ديدي من بعد ما قدم محامينه أمس طلب للمحكمة علشان يأجلوا محاكمته المقررة أنه تبدأ غدا، وطلب المحاميين أنه يصير موعد المحاكمة إبريل أو مايو 2025، وهذا الطلب بيجي بعد يوم من رفض القاضي محاولتهم الثالثة للإفراج عن موكلهم بكفالة. وقبل ما يعني أكمل التفاصيل الجديدة، خليني ألخص لكم أصلاً القصة الكاملة اللي شاغلة العالم ومتحولة لقضية رأي عام دولية. بي ديدي بيواجه تهم الإتجار بالبشر والابتزاز والإتجار بالجنس والدعارة وإساءة معاملة النساء وغيرهم وتهديدهم وإكراههم على تحقيق رغباته الجنسية وحماية سمعته وإخفاء سلوكه.
وكان تم القبض عليه في 16 سبتمبر في منهاتن من بعد توجيه التهم له. وعلى فكرة القصة أخذت 10 شهور إلى أن طلع قرار بالقبض عليه من بعد رفع أكثر من 120 شخص دعاوى قضائية عليه اتهموا فيها بجرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء حتى على قاصرين. بدأت القصة برفع سيدات دعوة عليه قالوا فيها أنه كان بيستغلهم وبيجبرهم على تناول المخدرات وممارسة الجنس مع رجال آخرين وهو كان بيصورهم. وفي 26 سبتمبر شفنا تسريب مقطع فيديو له وهو بيدفع وبيركل صديقته السابقة كيسي فنتورا في أحد الفنادق، ولاحقا قالت هي أنه بعدها اعتدى عليها جنسيا. وقيل أنه كان بيستضيف حفلات منتظمة سموها حفلات الإتجار بالجنس مع نساء قاصرات ومليانة مخدرات غير مشروعة وعروض جنسية كمان. واللي بينقال كمان أنه مشاهير ومسؤولين ومسؤولين تنفيذيين يعني حتى في كبرى الشركات الموسيقية كانوا عارفين بجرائمه وغضوا الطرف عن اللي كان بيصير، إما لأنهم استفادوا ماليا منه أو لأسباب أخرى. وعموماً بي ديدي أصلاً معروف بأنه عمل إمبراطورية خاصة فيه وربط الراب بإدارة الأعمال وصار بيستقطب الفتيات والشباب اللي بيرغبوا بالانضمام لشركته وإمبراطوريته. والآن مع التهم الموجهة ضد الكلام المتداول وهو أنه البزنس هذا كان غطاء لجرائمه هذه. وترى من أبرز الأسماء اللي مرتبطة ببي ديدي جاستن بيبر اللي قيل إنه كان عمره 13 سنة وقت ما زار ديدي في منزله وصارت بينهم صداقة كبيرة وصفت وقتها بالغريبة. وقيل إنه بيبر كان بيشوف أشياء كثيرة بس ما كان بيقدر يتكلم عنها، وتم حتى تداول فيديو خلال لقاء جمعهم وكان بي ديدي جالس بيحذر جاستن بيبر من الكلام عن الأشياء اللي بيعملوها. وفي ناس من اللي حوالين بيبر نقلوا عنه أنه بيشعر بالإشمئزاز وأنه تم نصحه بالابتعاد عن ديدي وأنه هو جالس بيمر بوقت صعب نفسياً. وعلى فكرة في كلام كمان عن أنه كثير من الشخصيات المشهورة والمعروفة كانت تعرف بكل شيء بيعمله ديدي بس التزموا الصمت التام. وترى الجريمة كبيرة لدرجة أنه في كلام أنه حتى ديدي متورط في وفاة مايكل جاكسون وفي جريمة قتل مغني الراب الشهير توباك. طيب بكرة محاكمة ديدي والمحامين جالسين بيطالبوا بتأجيلها، ومو بس كده كمان قدموا طلب علشان تكون المحاكمة خارج مركز احتجازه وقالوا انه القرار الاولي للقاضي برفض الافراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون دولار كان مشوه ومو عادل. ووقتها القاضي رفض انه يفرج عنه وقال لازم يبقى في السجن علشان ما يستخدم امواله ونفوذه في القضيه وهو خارج السجن. والمحاميين كمان بيتهموا الحكومه الفيدراليه بسوء السلوك وانهم جالسين بيحاولوا يشوهوا سمعه ديدي وانه في محاولات علشان يقوضوا حقه في محاكمه عادله. وقالوا انه تسريب الفيديو من قبل CNN اللي ظهر فيه وهو بيعتدي على صديقته السابقه في 2016 وعمليات التفتيش لمنزله اللي كانت في وضح انها وأمام وسائل الإعلام وتسريبات معلومات متعددة على مدار الأشهر الماضية كلها بتوصل لحقيقة واحدة وهي تشويه سمعته على حد قولهم. طبعا حقيقة يعني أصداء القضية هذه جالسة بتتوسع وبتصير لها أبعاد كثيرة، وكثير بيقولوا أنه هذه القضية واحدة من القضايا اللي واجهت قطاع صناعة الموسيقى الأمريكية، يعني من أكبر هذه القضايا يعني فعليا، وأنه في كثير من المشاهير والموسيقيين متورطين في جرائم مشابهة عملوا إمبراطوريات بحجة مساعدة المواهب لكن كانوا تحت هذا الغطاء بيستغلوهم في أغراض غير قانونية. وقيل أنه فتح هذه القضية من جديد ممكن يكون نقطة فاصلة في محاسبتهم على نطاق واسع، محاسبة طبقة واسعة من هذولا يعني. وعلى فكرة حتى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا دخلت وعلقت على خط هذه الأزمة واستغلت طبعا الفرصة عشان ترمي الكلام على أمريكا، وقالت إنه هذه الدعاوى القضائية ضد بي ديدي يعني فرصة علشان أمريكا تركز جهودها داخليا وتحاول تنظف البلد من هذه الجرائم بدل ما هي مركزة معانا، طبعا قصدها روسيا. انضم إلينا من واشنطن الصحفي زميلنا في العربية محمد دنكر، أهلا فيك معنا محمد. يعني طبعا هذه القضية عاملة صدى عالمي مرة كبير، والشيء الأساسي الناس منتظرة أنه هذه القضية حتفتح النار
على أسماء كثيرة وكبيرة، إيش نعرف عن هذا الموضوع؟ يعني حقيقة سارة هذا الموضوع عامل أزمة كتير كبيرة على السوشيال ميديا بكل أمريكا، لأنه مثل ما ذكرتي في كتير أشخاص بالوسط الفني، أشخاص يعني A-listers يعني كتير مهمين، منخرطين صف أول 100% موجودين ضمن الحفلات المشبوهة يلي كان يعملها ديدي، ويعني سمعتهم بتتلطخ وبتصير سيئة لمجرد بس أنه هن كانوا موجودين بهذه الحفلات. هلا عم يصير في ضغط كثير كبير وكم هائل من الضغط، لانه في بعض الاسماء ما بدها انها تكون موجوده، رغم انه في فيديوز ومقاطع مصوره ما كانوا عارفين انه ديدي كان عم بيصورهم. ولما صارت الاقتحام لما نزلوا الاثنين بلوس انجلوس وبميامي، اكتشفوا الشرطه والاف بي اي انه في كثير ساعات وساعات وساعات من التسجيلات المصوره لهالنجوم ولهالاشخاص المهمه بوضعيات مخله ولا ما بعرف شو عم يعملوا يعني، ولكن موجودين وبتقدر تفضحهم لبعدين. لهيك عم نشوف في كثير عم بيصير ضغط، مش بس تاجيل المحاكمات، لانه مثل ما انت قلتي اكثر من 120 شخص يعني قدموا بلاغات عليه، عم يجربوا قد ما فيهم يعني يطلعوا مثل ما بيقولوا أي يستخدموا هالنفوذ للخروج من الموضوع بطريقة بأقل خسائر ممكنة. بس بهذا المقابل عم بيقولوا أنه ديدي إذا تمت محاكمته وخلص وجد مذنب وفات على الحبس، علي وعلى أعدائي يعني حينشر كل شيء وحيحكي عن مين كان أصلاً بيعرف ومين كان موجود ومين سكت على سنين وسنين وسمح بهالانتهاكات بأنها تستمر. إيه يعني هي الفيديوهات موجودة، بس أعتقد أنه في بعض النجوم بدأوا بمحاولة تسوية الموضوع خارج القضاء مع بعض الضحايا، بيصيروا بيدفعوا لهم فلوس مقابل أنه ما يتم الحديث عن وجود أموال الصمت. إيه أموال الصمت فعلا. طيب محمد، في كثير مقارنة بين قضية ديدي وبين قضية الملياردير جيفري أبستين اللي أيضا اتهم أنه هو بالإتجار بالبنات وتحديدا القاصرات. صحيح. وكانت عند ضجة كبيرة مرة عليه وفي النهاية انتحر أو في السجن أو نحر، ما حد عارف يعني، أو ما مثل ما سمعنا يعني. أيوة انتحر أو نحر، أترك لك العادة. في الآن ربط كبير بين هذه القضيتين إنهم متشابهتين، وبرضو مخاوف على ديدي إنه قد ينتحر أو ينحر. صحيح، في كتير عم بيقولوا إنه ممكن يتم تصفيته لحتى ما يتحدث عن الأشياء اللي بيعرفها. هلا من المتوقع انه كثير يصير في احاديث بالمستقبل. شفنا انه 50 سنت اللي دائما بيهاجم، كان على مدار العشر سنين الماضيه كان بيهاجم فنان الراب المعروف، مضبوط، جرب ديدي انه يستميله مثل ما استميل اشر ومثل ما استميل جاستن بيبر وغيرهم. حرام جاستن بيبر يعني كان ضحيه مثل ما كنا عم نقرا ونشوف بالفيديو السابقه، بس 50 سنت عم يعمل دوكيومنتري مع شركه نتفليكس لحتى يفضح يعني الاساءات والانتهاكات اللي كان يعملها. بس المشكل بموضوع ديدي انه مش بس يعني قضايا من كل صوب وحد، يعني في عندك سلاح، في عندك اتجار بالبشر، في عندك اغتصاب، في عندك قاصرات، في عندك تصوير ناس من دون ما يعرفوا، عندك اعتداء، يعني من كل النواحي. حتى كانوا عم يحكوا امبارح باحد المحطات الاخباريه بامريكا انه حتى اجدت عنده ثلاث AR-15 اللي هن اسلحه، فحتى شايل السيريال نمبر عنهم. يعني بأمريكا في قصص بيتهاونوا فيها أمرار بطريقة معينة إذا صار في ضغط أو إذا اندفعت أموال كثيرة، بس موضوع سلاح وأنت تخبي سيريال نمبر، وموضوع في فيديو مثل ما حكينا من شوي موجود فيها شخصيات عم تتصور وهي عم تتعاطى المخدرات أو في قدامها أشخاص عم تستخدمهم من دون إذنهم تحت الدروغز، أخذين ممنوعات. هذا الشيء بأمريكا يحاكم عليه القانون بطريقة جدا فعالة. لا وأصلا يعني محمد يعني في فكرة أنك حتى لو أنت كنت موجود لكن أنت كنت شاهد على جريمة أمامك، سواء كانت قاصر أو اغتصاب أو كذا، يعني حتى مجرد وجودك وشوفتك لهذا الشيء وعدم الحديث يعني تستر، تكون أنت مشارك أو متستر أو مشارك نوعا ما. وأكيد ما مشان هيك كنا عم نقول أنه ممكن يتم، لانه ما فيك لن يتم اسكاته اذا فات على الحبس، اذا فات على الحبس مثل ما قلنا رح يكون علي وعلى اعدائه. ففي كثير خوف عليه يصير مثل ما صار بابستين، والقضيه كمان متشعبه مثل ما صار بهارفي واينستين بقصه حمله ميتو
لانه كمان هيديك طالت شخصيات من هوليوود، وهيدي عم تطال كثير شخصيات رفيعه المستوى بمجال الغناء. يعني على هذه السيره يعني محمد، طبعا هو بيتم طرح كثير اسامي، حتى بعض الاسامي يعني وصلت لانه اسماء سياسيين، يعني اي احد له صوره مع ديدي في اي مكان، وطبعا ديدي من اكبر الداعمين للحزب الديمقراطي، وعاده بيقيم حتى يعني حفلات، فله صور حتى يعني كمان مع شخصيات سياسيه كثيره. يتفضل سارة. بهذا الموضوع، موضوع السياسة، كنت عم بقرأ اليوم صباحا وفي كان تحليل لفتني عم بيقولوا انه ديدي بأحد الحفلات المشبوهة اللي كان يعملها كان ترامب متواجد بأكثر من حفلة منهم. أيوة. وكانوا عم بيقولوا انه إذا ترامب صار رئيس جمهورية، ونحن عارفين انه هو قال انه حيصير في عنده السلطة المطلقة وانه بيقدر يعفي عن مين ما بده، فعم بيقولوا انه ممكن انه يعفي عنه ويقول انه هو هذه المعلومات يلي صارت او هذه القصص يلي سمعناها عنه لديدي هي مفبركة، فكل السيناريوهات مطروحه. أيه. يمكن مش أيه هيك حتى عم نشوف محامين ديدي عم بيأجلوا. أيه. بالمحاكمه لابريل. أيه. طلعت له صور مع فعلا ترامب، طلعت له صور مع ماسك ايضا، يعني في كثير، بس مين ابرز الاسامي في الوسط الفني كمان محمد سريعا؟ في عنا أشر، في عنا جايزي، في عنا الكارداشيان، يعني هذه أبرز الأسامي. يعني جايزي مرتبط ببيونسي وكان مرتبط قبل بتوباك، ومثل ما أنت قلتي بالبداية أنه في حكي أنه هو ممكن يكون مسؤول ديدي عن وفاة، عن مقتل توباك. ففي عندك هذه الأسامي غير جاستن بيبر مثلا. أشر طلع وانتقده، جاستن بيبر طلع مؤخرا وقال، حكي بطريقة غير مباشرة أنه هو تم استخدامه أو يعني استغلاله بطريقة غير مباشرة. بس كل الفنانين اللي أنت بتشوفيهم هلأ سارة، يلي هن من الصف الأول، يعني بدي أقول 80%، ما بدي عمم، 80% كانوا على ارتباط وثيق فيه، لأنه الشركة تبعيته اللي هي كانت غطاء. صح، ليوناردو دي كابريو، جينيفر لوبيز. صحيح صحيح، كانوا كلهم يروحوا وكانوا كلهم يكونوا موجودين، بغض النظر يمكن يكونوا ما كانوا عم يعملوا شيء، بس مجرد أنه هن شافوا أنه في صح بعض القصص أو الانتهاكات، وأصلا تداول أسماءهم الآن يعني بيخليهم أمام محكمة الرأي العام قبل المحكمة. صحيح. يعني اللي وأنت هي بتعرفي على قصة الكانسل كولتشر، يعني طبعا لما كل حدا ثقافة الإلغاء، ثقافة الإلغاء، فخيفانين أنه لأنه أي شخص ممكن يكون مثل ما صار مع ألين ديجنرس، كانت مشهورة بشكل غير طبيعي، وبعد ما انتقد بعض الأشخاص بفريقة وقال أنه هي بتعاملهم بطريقة فوقية ومتسلطة انتهى. أيه. هي برضو كان عندها أي راحة الحفلات برضو. ما في أحد ما راح الحفلات يا محمد، أنت رحت الحفلات يا محمد؟ لا الحمد لله ما رحت. الحمد لله، الحمد لله. طيب شكرا لك، كان معنا من واشنطن الصحفي زميلنا في العربية محمد دانكر. النجمة العالمية تايلور سويفت اللي صارت أمس أغنى موسيقية بحسب مجلة فوربس بثروة صافية بتقدر 1.6 مليار دولار، عنوان رئيسي اليوم، بس مو لهذا السبب فقط، السبب أنها عاملة أزمة وجدل داخل بريطانيا نفسها. فمن المعروف للجميع أنه تايلور سويفت صارت من أكثر اللاعبين طبعا والمؤثرين في عدة مجالات في عدة دول، صار لها دور كبير في تنمية الاقتصاد كمان، والدولة اللي بيتم الإعلان فيها عن أنه في حفلة لتايلور سويفت لها بتراهن على نمو اقتصادها وإنعاشه. اسم طبعا تايلور سويفت بيتسبب كثير من الأحيان في أزمات داخل أمريكا، وآخرها كانت الأزمة بين ترامب وهاريس، واللي حرص كل من الطرفين على أنه يكون صوت سويفت له كونه مؤثرة كبيرة جدا يعني على جيل الشباب، واختارت سويفت دعم هاريس. بس اليوم الأزمة اللي عملتها خارج الحدود الأمريكية في بريطانيا سببها الحماية والمرافقة الأمنية اللي رافقتها خلال جولتها الغنائية في لندن، واللي جات من بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب تهديدات بهجوم إرهابي. فوزيرة الداخلية إيفيت كوبر مطلوب منها تجاوب على أسئلة مسؤولين بتتعلق بالحماية الأمنية اللي كانت مقدمة لسويفت خلال حفلات في أغسطس في لندن، اللي كانت عبارة عن مرافقة VVIP، وهذه عادة بتكون مخصصة لرؤساء الدول أو لأفراد العائلة المالكة. وقيل أنه تم توفير قافلة شرطة مع حاشيتها من شرطة العاصمة لندن لترافق سويفت من الفندق لستاد ويمبلي اللي هو كانت فيه
الحفلات، وإنه والدتها اللي هي مديرة أعمالها كانت هددت بإلغاء حفلاتها لو ما تم توفير المرافقة الأمنية وسلسلة المطالب الأمنية اللي قدمتها لحماية سويفت. طبعاً المعلومات بتقول إنه الشرطة المحلية في لندن في البداية رفضت الموضوع، بعدين عمدة لندن أصر على إنه إلغاء الحفلات هيكون له ضرر اقتصادي كبير، علشان كده قدم احتجاج وساعدته في الضغط على الشرطة إيفيت كوبر وزيرة الداخلية اللي بتواجه استجواب من المعارضة الآن، وتم بعدها توفير المرافقة الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات لسويفت. واللي عامل الجدل أكبر وأكبر هو دور رئيس الحكومة البريطانية، فقيل إنه رئيس الوزراء ستارمر ومسؤولين ثانيين بحزب العمال وصلتهم هدايا من بينها تذاكر حفلات تايلور سويفت بهدف المساعدة في توفير المرافقة الأمنية وإقناع الشرطة، وتم سؤالهم لو الهدايا وصلتهم قبل قرار الشرطة بتوفير الحماية الأمنية أو لا، بس الحكومة بتنفي هذا الشيء وبتقول إنه القرار تابع للشرطة في لندن لأنها مستقلة في قراراتها التشغيلية عن الحكومة. وكان كمان طلع المتحدث باسم الشرطة المحلية في لندن وقال إنه قرارهم بحماية سويفت اتخذوه استنادا على تقييم شامل للتهديد والمخاطر. غدا الجمعة رح يكون في مباراة بتجمع المنتخب الليبي والمنتخب النيجيري في تصفيات كأس أفريقيا 2025. منتخب الليبي سافر عبر طيارة خاصة إلى نيجيريا وتوقع طبعا أنه يعني ينزل في مطار، أنه كده يسمحوا له ينزل في مطار أويو يعني، لكن ما نسمح لهم فاضطروا ينزلوا في لاغوس، واللي صار معاهم من بعدها سلسلة كده فيلم من الصدمات. أولا من لحظة وصولهم قضوا ساعة في التفتيش، فتش كل أعضاء المنتخب تفتيش دقيق في المطار، وبعدين تفاجأوا بأن الاتحاد النيجيري ما أرسل لهم حافلة تستقبلهم، فجلسوا في المطار يستنوا 3 ساعات، فرشوا الأرض وتمددوا حتى من التعب، ونزلت صورهم في هذا المنظر وتم تداولها. بعدها وصلت 3 حافلات صغيرة تأخذهم لمدينة أويو اللي فيها المباراة واللي بتبعد 200 كيلو تقريبا عن لاغوس. هنا الصدمة الثانية، الحافلات وضعها كان سيء والطرق اللي سلكوها وسط الغابات وغير معبدة وخطيرة، وجلسوا في الطريق ساعات إلين وصلوا، يعني كده شيء بيشبه كده كأنه سفاري إجباري على الفريق كله، حطوا الفريق في سفاري إجباري ويلا. التفاصيل هذه كلها كشفها فيصل البدري قائد المنتخب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، وقال إنه تبلغوا إنه ما في دورية أمن تحمي البعثة، والرحلة أخذت 5 ساعات في ظلام دامس وطرق محفوفة بالمخاطر، وظروف الإقامة لما وصلوا كانت سيئة، وقالوا إنه للأسف هذه مو أول مرة بيتلقوا معاملة مثل هذه واستقبال مثل هذا في أفريقيا. أهلا من جديد. أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال أسدل الستار على مسيرته الرياضية في فيديو أعلن أنه مشاركته في نهائيات كأس ديفيس في نوفمبر حتكون آخر بطولاته. Evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. نادال عمره 38 سنة وحاصل على 22 لقب في البطولات الأربعة الكبرى للتنس، وهو واحد من أكبر أساطير اللعبة على مر التاريخ، والفيديو اللي شفتوه جزء من كلامه، شكر في كل اللي وقفوا إلى جانبه من والدته وزوجته وحتى منافسيه اللي أكد أنهم صاروا أصدقاء له،
ومن وقت ما أعلن نادال عن اعتزاله اسمه ترند، والناس جالسة بتتداول فيديوهاته وصوره ومسيرته وإنجازاته. حتى النادي اللي بيعتبر ندا أو بيعتبر نادال عاشق له وهو نادي ريال مدريد أعلن في بيان عن محبتهم له وقالوا إنه أعظم أساطير الرياضة الأسبانية والعالمية عبر التاريخ. وعلق كمان على خبر الاعتزال منافسه الأزلي وأكبر أصدقائه لاعب التنس السويسري روجر فيدرر اللي اعتزل من عامين وكتب له: كان شرفا مطلقا، شكرا لك على الذكريات التي لا تنسى. أما البرتغالي كابتن نادي النصر كريستيانو رونالدو فعلق وقال إنه شغف وموهبة نادال ألهمت ملايين من الناس حول العالم، وكان شرف له إنه يشهد على رحلته ويكون صديقه. أما صديقه أيضا نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي فهنأه على مسيرته المهنية وقال له: حتبقى أسطورة دائما. متابع لرياضة التنس عارف أكيد أنه الإعلان مو مفاجئ، بمعنى أنه نادال له سنتين بيعاني مع الإصابات وما عاد في نفس مستوى السابق، لكن رغم هذا الشيء فيعني عمر خبر اعتزال نجم بحجم نادال ما بيكون سهل على محبيه. طبعا نحن بتفعلكم كمان يعني من أولهم حقيقة، يعني بنشجعه نحن في كثير من البطولات. طيب كانت احنا او دحين معنا احنا الصحفيه الرياضيه ريم ابو الليل، اهلا فيكي معنا ريم. يعني خبر حزين ولكن كان متوقع نوعا ما. ده حقيقي يا ساره، حزين ومتوقع، بالذات انه هو نادال انسحب من بطوله امريكا المفتوحه، وبعدين انسحب من الليفر كاب اللي هي البطولة اللي بينظمها روجر فيدرر ودايما نادال بيحب يروحها. ولما أعلنوا أنه هو هيبقى جزء من فريق أسبانيا في بطولة الديفيس كاب، نهائيات الديفيس كاب في نوفمبر، كلنا كنا حاسين أن أكيد دي النهاية اللي هو هيبقى عايزها، يبقى بيمثل أسبانيا ويبقى مع أصدقائه في نفس الفريق، فكانت متوقعة بس طبعا خبر حزين. طيب يعني ريم، ليش نقدر نقول أنه نادال واحد من أهم اللي لعبوا هذه اللعبة؟ هو كان مؤثر جدا جدا، وزي ما شفنا من كل الناس اللي باركت له دلوقتي على مشواره، هو اكبر من التنس بكتير. نادال كانت روحه القتاليه حاجه ما ظهرتش في الرياضه عامه، يعني حاجه فازه يعني ليفل معين ما شفناهوش قبل كده. فهتلاقي ان اي رياضي، انا عملت انترفيوز مع رياضيين كتير وكانوا دايما بيقولوا لي ان كان نادال واحد من الناس الملهمه جدا بالنسبه لهم، لان هو كان بيعامل كل الماتشات بنفس الطريقه. لو بيلعب فيدرر او بيلعب جوكوفيتش او بيلعب حد رقم 200 على العالم، هيبقى نفس الروح القتاليه ونفس الجديه ونفس الاحترام اللي بيديه لكل الناس. وكان عنده اصابات كتير قوي قوي، وكان كل مره بيرجع من اصابه اقوى من المره اللي قبلها، فدي حاجه برضو مش سهله، لانه الرايفلز بتوعه وذر جوكوفيتش او فيدرر كانوا اصاباته ما كانتش كتيره كده في الاول. نادال من وهو عنده 17 سنه وهو عنده اصابات، بس ده ما وقفوش ان هو يكسب 22 بطوله كبرى زي ما قلتي ويحقق كل اللي هو حققه. فكل ده خلى ان الناس حاسه ان هو لو انت في يوم صحي بتقولي مش قادره اروح الشغل، كل اللي محتاجه تعمليه تشوفي نقطه واحده من النقط بتاع نادال، وهتحسي ايه ده، لا انا لازم اقوم اعمل حاجه. يعني طيب هحاول دايما كده اخلي في التليفون عندي يعني مقاطع لنادال عشان تلهمني. طيب ريم، فعليا نادال جاء في وقت يعني نقدر نقول من اعظم الاوقات في التنس، في روجر فيدرر، في نوفاك جوكوفيتش، ايش بيتميز عن هذول الاثنين؟ اعتقد حاجه من الحاجات اللي لسه قايلها طبعا موضوع الاصابات، حاجه ثانيه الطريقه اللي هو كان بيلعب بيها. فيدرر واضح جدا ان هو كانت الموهبه عنده عاليه جدا جدا جدا. نادال كان ممكن الموهبه بتاعته تبقى اقل او مختلفه، بس كان بيشتغل على نفسه كتير جدا. ابتدى في الاول الناس كلها كانت بتقول ان هو بيلعب على الملاعب الترابيه، بس بسرعه جدا قدر ان هو يحقق لقبين في ويمبلدون على الجراس، وبعدين كسب كتير جدا على الهارد كورت. فهو كان بيطور من نفسه، يعني حتى لو هو ما عندوش الموهبه كان شخص بيؤمن جدا بان الواحد لازم يشتغل على نفسه. نادال برضو طلع في وقت كان فيدرر في القمه، فهو اضطر ان هو يلاقي طريقه ان هو يحاول يكسبه بيها. وبعدين هو عاصر برضو فيدرر ونوفاك اللي هم برضو اثنين من اعظم اللعيبه. ايوه، فهو هم طبعا على بعض هي حقبه زمنيه مش هنشوفها تاني في التنس، يعني حقبه ذهبيه حسنة.
طيب بس هي الحلو ان كل واحد فيهم كان عنده شخصيه مختلفه بيلعب بطريقه مختلفه وده احلى حاجه في الحقبه دي. تمام تمام فعلا. طيب ريم نادال كمان بيتميز بشخصيه لطيفه جدا، شخصيه مهذبه جدا، ما عمره مثلا كسر اي راكت او مضرب في الملعب، ولو حتى اعمال خلينا نقول خارج الملعب يعني بشكل عام في رياضه التنس، اذا تحكي لنا عنها. نادال مبدئيا فكر من بدري ان هو بدل ما يبقى شايف انه التنس دي الحاجه الوحيده اللي هو يقدر يعملها في حياته، هو عمل اكاديميه كبيره جدا 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 في مايوركا، عمل شبه الاوتيل يعني حاجه مش طبيعيه، وبيطلع اجيال ودايما بيروح يحضر حفل التخرج كل الكراز، واحده من اهم اكتشافاته اللي الان بنفسه كان في ناس كتير بتروح له يعني. حتى دلوقتي مثلا بالنسبه لإحنا كبلاد عربيه في ولد اردني اسمه عبد الله شلبيه طالع من الرافا نادال اكاديمي وما شاء الله عليه في التوب 200 الاوائل وقضى وقت كتير جدا مع نادال. فنادال الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها عليها ان هو كان مؤدب جدا، هو بيحاول ينقل كل ده في الاكاديمي بتاعته والجديه اللي عنده وطريقته في الشغل وكل ده. فهو خلى عمه اللي هو كان مدربه طول عمره معظم الكارير بتاعه هو شكره ايضا في الفيديو بالظبط، لان هو كل الحاجات اللي في نادال دي اتغرست فيه برضو من عمه اللي هو شخص جد جدا وكان بيخليه عمره ما يحس ان هو يبقى متعالي ولا انه هو يعني كان دايما مفهمه انت لعيب تنس كويس بتعرف تعمل حاجه كويسه بتعرف تضرب كوره صفراء فوق الشبكه كويس، ده مش معناها ان انت احسن من اي حد تاني، انت بني ادم زيك زي اي حد، والحته دي بتحسي بيها جدا لما بتتكلمي معاه. ايه طيب بدي كنت اقول لك شيء يا ريم، الان هذه الاكاديمي حتى اللي هو بيسويها هتخرج خارج نطاق يعني حدود اسبانيا كمان. ده حقيقي، هو اوريدي فاتح واحده في الكويت بس هو مش فاتحها كمدرسه، فاتحها بس كاكاديميه تنس، بس في اخبار طالعه ان هو يمكن في السعوديه يفتح اكاديميه كامله زي بتاعته بتاعت مايوركا تبقى موجوده في السعوديه، لسه ما اعلنوش عنها بس في اخبار سامعينها عن كده. أيوة. وبرده فتح سنتر في المكسيك، فتح سنتر في اليونان، فهو عايز ياخد العقليه بتاعته والتفكير ده وطريقته في تعليم التنس عايز ياخده في حته ثانيه يعني، ويفضل دايما برضو موجود في اللعبه صراحه يعني، فعلا واحد من افضل من لعبه التنس وحتى شخصيته صراحه يعني جدا لطيف. نحن بنشكرك جدا على هذه المداخلة وهذه المعلومات، كان معنا الصحفية الرياضية ريم أبو الليل، شكرا لك. أمس كان في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وهذه الجلسة فيكم تقولوا إنها كانت منصة لتبادل الهجوم مع رئيس الوزراء المجري. طبعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اللي هو قال إنه الاتحاد الأوروبي بيحتاج إلى التغيير والرئاسة المجرية بتريد إنها هي تكون المحفز لهذا التغيير، لكنه قوبل بهجوم كبير بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا وتقاربه مع الرئيس الروسي بوتين. فبعد ما خلصت كلمته انسمع أعضاء في البرلمان بيغنوا له بصوت عالي الأغنية الإيطالية الثورية الشهيرة بيلا تشاو واللي هي ضد الفاشية. Ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, o partigiano portami via, oh bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di عموما رئيسة البرلمان يعني ما سكتت لهم، فبعد أقل من دقيقة قالت لهم احترموا المجلس، هذه مو مسابقة يوروفيجن الموسيقية ولا مسلسل لا كازا دي بابيل، طبعا هذا هو المسلسل اللي شهر الأغنية. Alright. 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 It's more Casa de Papel than ABBA, but this is not the Eurovision. Eh? Let's respect the dignity of this house.
نبقى في عالم البرلمانات وخبر مختلف هذه المرة. في البرلمان في كولومبيا وفي خطوة لتخفيف التوتر والحدة تحت القبة، استعان بمغنيين وراقصين ومهرجين لتلطيف الأجواء. ضرب إعصار ميلتون أجزاء من ولاية فلوريدا وتسبب بوفاة 4 أشخاص حتى الآن وتدمير 125 منزل وقطع الكهرباء كمان عن 3 ملايين مواطن وإلغاء 2209 رحلة جوية في أمريكا. هذه المشاهد من إعصار ميلتون اللي ضرب اليابسة كإعصار من الفئة الثالثة وكان تحديدا بالقرب من سيستاكي بمقاطعة ساراسوتا وبلغت سرعة الرياح في 205 كيلومتر في الساعة وارتفعت الأمواج لأكثر من 8 أمتار. هذا غير الأمطار الغزيرة جدا وتسبب الإعصار حتى بأضرار كبيرة في العديد من المقاطعات والسلطات قالت إنها حتوصل ل$60 مليار. وكانت كمان أصدرت شرطة فلوريدا أوامر إخلاء لمليونين شخص من العايشين في المقاطعات اللي حيضربها الإعصار بالإضافة لملايين الأشخاص اللي حيمر من عندهم خوفا على حياتهم. وكان نفد الوقود من ولاية فلوريدا من أمس الظهر بسبب ملايين حالات الإجلاء وطلع حاكم فلوريدا رون دي سانتوس وقال إنه 6000 عضو من الحرس الوطني في فلوريدا و 3000 من ولايات أخرى كانوا على استعداد للاستجابة وقال إنه هذه أكبر عملية حشد للبحث والإنقاذ الوطني بتاريخ فلوريدا. وإعصار ميلتون اللي ضرب أجزاء من فلوريدا كان أقل عنف خلال تقدمه فوق خليج المكسيك فكان وقتها من الفئة الخامسة بعدين انخفض للفئة الرابعة ووصل على فلوريدا إعصار من الفئة الثالثة. وأعنف إعصار هو بيمر على الولايات المتحدة أو على الولاية تحديدا من 100 سنة. ميلتون هو الإعصار الثاني اللي بيضرب جنوب الولايات المتحدة خلال أسبوعين، فقبله كان إعصار هيلين اللي تسبب بدمار هائل في الولايات الجنوبية الشرقية وكمان تسبب بمقتل أكثر من 225 شخص. وقبل الإعصار في فيديو انتشر على المنصات عليه ملايين المشاهدات لرجل بيدعى الملازم دان رفض يخلي المكان ومو بس كده قرر أنه يستقبل الإعصار بمكان لا يمكن يخطر على بال أحد في قاربه. خلينا نسمع ليش. Told me to come out here and get a boat. I came out here and got a boat. And everything that he's been telling me over the last two days is I'm doing the right thing. Set up the way we know what we're doing. And as long as the water just keeps rising, we'll be fine. Will you be wearing a life jacket? Hell no. Are you gonna be able to swim if it need be? In circles. Can you swim with one leg or what? Yeah, I can float like a damn champ. But swimming, I just go in circles. It is really flooded pretty much everywhere. ما أعرف إيش أقول بس إنه المهم الرجال بخير ونجا من الإعصار وهذه كانت اللحظات بعد نجاته من الإعصار. ومن الفيديوهات الكثير متداولة كمان فيديو لأحد الأشخاص وهو راجع على منزله ولقي ضيف يعني غير متوقع طبعا لقي
تمساح جوا. وطبعا يعني معروف ولاية فلوريدا أصلا فيها تماسيح كثيرة يعني، وياما شفنا فيديوهات لأشخاص لقيوا تماسيح قدام الباب في بيوتهم في الولاية، ويبدو أنه المياه والأمطار والشوارع اللي تحولت لأنهار سهلت عاد حركتهم للشباب التماسيح ووصلت لداخل البيت. Look at it all coming. Oh, holy shit. لحظات عصيبة. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، انا اعود والقاكم يوم الاحد ان شاء الله في امان الله.